زوار ومتابعي جريدة بريس الإلكترونية، أهلا ومرحبا بكم في حوار جديد. ضيفنا لهذه الحلقة مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. سي الناجي، أهلا ومرحبا بك. اهلا، اولا غير للتصحيح، مولاي مصطفى الناجي اختصاصي في علوم الفيروسات ومدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني للدار البيضاء. داكوغ، شكرا جزيلا سي ناجي. في البداية سي ناجي، شنو التقييم ديالك للحالة الوبائية اليوم في المغرب؟ هي الحالة الوبائية في المغرب ليست حصرية للمغرب، فهي تعكس الحالة الوبائية على الصعيد العالمي. فاحنا تنشوفوا واحد ارتفاع ديال انتشار الفيروس، وبالخصوص بالطفرة الجديدة وانتفاع الانتشار، ولكن الحالات الحصيلة ديال وزارة الصحة تتبين بأنه هذه الحالات ديال الانتشار هي في تراجع مقارنة مع الأسابيع الماضية وفي الأيام الأخيرة. فهذا كله من مؤشرات، وعندنا مؤشرات أخرى هو ذاك معدل الانتشار والآن 0.9، ومعدل الإماتة 1.7، ومعدل التشافي تفوت 90%. فهذا كله من مؤشرات إيجابيين واللي تبشر بالخير. داكوغ سي ناجي، واش يبان لك بان اليوم المغرب وصل للذروه وبدا يتراجع، ولا سيما ان كنا تنسجلوا 5000 6000 حاله، اليوم تنسجلوا اقل من 1000، يمكن حيت اليوم مثلا ما كاينش الاختبارات بزاف، ولكن تنشوف واحد التراجع. واش نقدروا المغرب نقولوا بانه وصل للبيك وبدا يتراجع؟ لا، ما تنظنش بان هذه كاينين كي قلتي جوج الحالات ممكن. الحاله الاولى فعلا انه تنشوفوا الحالات ديال التحليلات الاخباريه نقصات، واحد الوقيته كنا توصلنا 26000 في النهار، الان راه تقريبا نزلات تحت من 10000. يعني مقارنه بالماضي ما بقاوش نفس الحالة الثانية، أن يعني الناس ما بقاوش يمشيو يديروا دوك التحاليل بحال إلا الناس ولاو تيتوجهوا يعني وسائل أخرى، بحال ولاو تيديروا سكانير ديريكتومون، ولاو تيديروا دوك لي تيست أنتيجينيك، ولاو تيديروا واحد المجموعة دوتر تيست اللي ما بقاوش يديروا لا بي سي آر، يعني اللي كانت هو لو سول تيست باش تبين واش كاين الفيروس ولا ما كاينش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ممكن أنا بغيت نكون إيجابي وناخذها من هذا الشكل، ممكن بأنه المغاربة الآن ولاو وعاو ولاو تياخذوا تدابير احترازية، وهذيك التدابير هي اللي تتنقص من انتشار الفيروس. داكوغ سي ناجي، كنت هضرتي على المسألة ديال الطفرة، كيفاش شفتي انت الطفرة اللي وقعت اليوم في فيروس كورونا، ولا سيما انا وشنا مجموعة ديال الدول اللي تسجل حالات واكثرها كانت بريطانيا كيف ما شفنا؟ هو منذ البداية في ديسمبر 2019 في أوهان، يعني بالفيروس اللي كان بان اللي سميتو سارس كوف 2، كان معروف بأنه هذا فيروس أي آر إن بوزيتيف، يعني ريبوزي إيجابي. وهذه الفيروسات من هذا النوع كورونا معروفين بأنه هما دائم تغيير وميتاسيون، حيت كل 4 أيام تتوقع فيه واحد تغيير، واحد ميتاسيون تتسمى بونكتوال. وهذا الفيروس عرف عدة طفرات في الماضي اللي أداو للحصول على سكون أبيل دي فاريون، وإلى حد الآن كاينين 8 فاريون اللي هما معروفين واللي منشورين. وهاد الطفرة الجديدة تتعطينا الفاريون رقم 9. فشنا هي الطفرة الجديدة؟ هي الطفرة اللي كاينة في جينات ديال داك في داك الغشاء الفيروس، كاين ما يسمى مكونات شوكية السبيكول تاع الفيروس، وهذوك المكونات الشوكية فيها البروتينات، وقعت الطفرة في يعني في التسلسل ديال هذوك البروتينات، وقع تغيير
وهذا التغيير تأدي لنا هذوك لي سبيكول ولا دوك الشوكات هما اللي تيجعلوا الفيروس باش ينتشر اكثر. لا تيجعلوا الفيروس باش يلصق على ذاك لو ريسبتور، لو ريسبتور تاع الفيروس في الخلايا اللي تسمى ACE. ACE تيجعلوا هذوك دوك الشوكات دوك لي سبيكول تيلصقوا على ذاك الريسبتور وتيجعلوا الفيروس يدخل داخل الخلايا ومن بعد تنتشر. فهاد لا موديفيكاسيون جعلت الفيروس تتقاتل اكثر ومن بعد تنتشر اكثر، حيت تنتشر ب 70% اكثر حيت. ولكن اللي هو ايجابي شراسة الفيروس ما طلعتش والإماتة الفيروس ما طلعتش كذلك. داكو، ولكن سي ناجي اليوم تنشوفوا بانه كاين هاد الطفره ديال انها تتخلي اكثر انتشار، واش يمكن انك تكون انه تكون طفرات جديده اللي تخلي اكثر شراسه واكثر من اماته؟ كيف قال فابغ ديال الفونتين، فونتين جو نو بواغي جامي دو تونو، ما عمرك غادي دوز محدا شي وتقول انا ما عمرني نشرب من داك الماء. يقدر في اي وقت يجيك العطش غادي تحتاج باش تشرب داك الماء. هذا فيروس ايرين، وهذا الفيروس دائم تغييرات. ممكن الطفرات اللي حددتو الى حد الان ما عندهم حتى شي، الى حد الان ما كاينه شي فعاليه اللي غيرات، لانه كاين جينات اللي ما تحدثش عليهم تغيير، كاين جينات تيتسموا لي جين فاريابل. هادوك لي جين فاريابل هما اللي كل مره تيتغير فيهم، اما كاينين دي جين كونسيرفي هادوك ما تيتغيروش. في المستقبل ما نقدروش نقولوا راه غادي يكونوا يو البروبابيليتي باش يكونوا طفرات كبيره، ولكن ما تنهضروش غير اون تيرم دو بروبابيليتي. الناس بغات لا سيرتيتود، بحال دابا طفره نقم 9 معروفه، ومعروفه فين كاينه وفين حدات في واحد الجين سميتو دي 614، معروفه ومعروفه شنو هما لي سيكونس اللي دات فيها. في المستقبل امكانيه كبيره، ولكن ما نقدروش نبداو تنهضروا غير على امكانيه حدوث طفرات. واش فهمتيني؟ وي فهمتك سي نجي، ولكن المساله ديال الطفرات واش ما تاثرش على المسار ديال اللقاح اليوم اللي تيبان بانه الفيصل بالنسبه للعالم اليوم بانه هو المخلص؟ لا ما كاين حتى شي يعني شي نقولوا شي تاثير على بالنسبه للفاكسن. انا غادي ندير لك واحد هاد البروتيين كي مكونة ديال البروتيين تقريبا هكا تتكون. ما تيبانش السينرجي. شوف دابا شوية غير طلع الورقة شوية الفوق. هاهي داكوغ، دابا تيبان. هادي مثلا هادي البروتيين اللي تنهضرو عليها. وي شوف البلاصة هنا اللي تسمى ديترمينونتي جيني، هذا سي تان ديترمينونتي جيني، هذا سيتان ديترمينو، هذا سيتان بيتو، هذا سيتان بيتو، هذا سيتان بيتو. يعني هاد البروتين مكونة من عدة مكونات اللي تسمو دي زيبيتو ولا دي ديترمينو جينيتيك، وكل مكون بحال هذا غير هنا ممكن عندك واحد 20 أنتيكور تسمو دي أنتيكور مضادات نوتراليزان. فممكن يحدث واحد تغيير غير في هذا البلاصة، وحتى إلا عطاتنا واحد المضاد واحد الأنتيكور يقدر يكون تغيير، ولكن لا شتي هادو كلهما ما تحدث عليهم حتى شي تغيير. إذن الخلاصة يقدروا يكونوا واحد 200 مضاد وكلهما ما يوقع عليهم والو، ويقدر يكون واحد ولا جوج. الخلاصة أن هاد اللقاح عنده 96% الفعالية، يقدر ينقص بواحد ل 2%، وكما كان تيبقى عالي الفعالية
94% وما فوق 90، وحنا تنعرفوا اي لقاح اللي عنده من 50% الفوق فهو عنده الفعاليه ديالو. داكوغ، ولكن سي ناجي اليوم دابا ما هضرتي على المساله ديال اللقاح، كاين تخوفات من الاعراض الجانبيه للقاح. اليوم المغاربه تيتخوفوا بانها تكون اعراض عندهم، انا وقع أعطيك عليهم شي وجهة حاجه في نظر. المستقبل. وي من حقه، من حق أي واحد يتساهل، ومن حقه يتخوف، ولكن من حقه يقلب كذلك على المعلومة، ينفع عنده المعلومة ويتيقن منها، خصنا نزيدو لقدام. أنا تنقول لجميع المستمعات والمستمعين، المعلومات اللي عندنا معلومات علمية إلى حد الآن، لا مجال للتخوف. نقدروا نقولوا اي دواء كيما بغى يكون النوع ديالو، الا خديتيه تيقدر يكون عنده اعراض. لا تقدر تاخذ غير بسيطه، كاين اللي ياخذ غير مثلا غير الزعتر، ولا ياخذ غير اتاي، ولا ياخذ غير القهوه، بعض الاحيان تضر لا بيرسون. هادو اعراض جانبيه. كاين اللي ياخذ غير اسبرين باراسيتامول، تيقدر يؤدي ب وأي دواء كيما بغا يكون، تيقدر يكون عنده أعراض جانبية. اللقاحات الأخرى اللي حنا خدينا عدة لقاحات، أي دواء كيما بغا يكون النوع ديالو، ولا الدم تيكون عنده أعراض جانبية. فهاد اللقاح شنو هي الأعراض الجانبية؟ هي المكان فاش يكون فاش يدار اللقاح، تتحس بواحد شويه الالم، تقدر يكون واحد الالم في الراس، صداع، كيف تقدر يعني الحراره ترتفع شويه. هادو وفي غالب الاحيان الطبيب حيت يعطي ديك اللقاح تيعطي لي زونتي انفلاماتوار للشخص، او لا تيقول ليه خد باراسيتامول ولا اسبرين، والاعراض تتمشي في نهار ولا في يومين. داكوغ سي ناجي، المسألة ديال اللقاح الصيني اليوم معتمد في المغرب، تعتمد على طريقة تقليدية وتعتمد على فيروس إناكتيف. كيف يمكن تفسر هذا الشيء أكثر اليوم للمستمع وللمشاهد؟ واخا نقدروا نمشيو، هو كاين عدة استراتيجيات، كل شركة عندها 4 5 الاستراتيجي لإنتاج لقاحات كلها. واي لقاح كما بغا يكون ديالو، المغزى ديالو هو باش تكون مضادات عند الشخص اللي يمكن يحميه من هذاك الفيروس اللي كاين في الطبيعه. الان باش نفسروا هذه اللقاحات اللي اقتنعهم المغرب، واحد ديال سينوفارم اللي هو من الطراز القديم، وواحد من استرازينيكا اللي هو من الطراز الجديد. هادو جوج لقاحات استراتيجي ديالهم متغيرة. اش اللي كاين باش نفهموها؟ هو تناخدو هذاك الفيروس اللي كاين في الطبيعة، الى مشى عند الشخص غادي يتكاثر وغادي يسبب في المرض، وقدر المرض يتفاقم. اذا الفيروس سوفاج تيكون عنده واحد الخطورة. الان تناخدو نفس الفيروس سوفاج، تنديروا ليه ان تريتمون كيميك، وتنحيدوا ليه المكون الاساسي اللي هو لو جينوم، هذاك لا غير اللي كاين فيه، تنخويوه منه، تيبقى الفيروس كاي عنده جميع المكونات، ولكن داك الشيء اللي بغا يجعلو باش يتكاثر ما تيبقاش. اذا طيب دخل عند الشخص اللي تنعطيو الفاكسان، هذاك الفيروس ما تيتكاثرش، هذاك الفاكسان تيتسمى اناكتيف، ولكن جميع المكونات عنده، وحيت تعطى عند الشخص تبدا يكون مضادات وتتصور هذاك الفيروس، ومن بعد نهار تيجي لو فغي فيروس سوفاج، بدات تبدا تسيكريتي سكون ابل دوك لي زونتيكور نوتراليز. هذا تسمى الفاكسان بالطراز القديم اللي تسمى اناكتيف، اللي خداه المغرب عند سينوفارم. الان كاين فاكسان اخر اللي هو من الطراز الجديد اللي خداه المغرب عند استرازينيكا، هذا مبني على ما يسمى باللايغيل ميساجي، يعني الحميض النووي الريبوزي المراسي. هذا النوع الفاكسان اول مره
اللي بغات تستعملو البشريه. ولكن هذا شنو المغزى منه؟ تيكون داك لايغ ميساجي تيدخل داخل الخليه و او نيفو ديال السيتوبلازم ديال السيلول تتوقع عليه اون تراديكسيون و لا بيرسون تينتج دوك البروتينات اللي كاينين داك الشوك، هذوك الشوك لي سبيكول، ومن بعد الشخص تينتج مضادات ضد هاد لي سبيكول. داكور سي ناجي، شنو اليوم الفرق بين اللقاح الصيني المعتمد في المغرب وباقي اللقاحات اللي كاينين في الساحة اليوم؟ هذا الشيء اللي فسرت لك. لا، بالنسبة للفرق ديالو مع اللقاحات المعتمدة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع ألمانيا، سواء في سواء سبوتنيك في روسيا اللي كانت تكتشف اللي كانت تعلن عليه أول مرة. دابا اي شركه راه ماشي تيقول لك عندها غير لقاح واحد، تكون عندها ثلاثه اربعه، كسوا موديرنا، فايزر، استرازينيكا، او لا ميم لقاح صيني. ما عندهمش غير استراتيجيه واحده اللي تيهم المغرب، هو مشى على استراتيجي اللي تتعتمد على الفاكسان انكتيفي. هاد اللقاحات اللي مرة يعني اللي تعطات ضد هذه الأوبئة اللي مضات، وعندنا واحد 27 لقاح كلها بينات واحد النجاعة وعندها واحد السلامة. هنالك لقاحات كاينين، لقاحات اللي تتعتمد على هاد الحامض النووي المراسي لا غير، كاينين لقاحات اللي تتعتمد على لي فيكتور فيرو كم لادينو فيروس، لي ريترو فيروس، اتسيترا. كاينين اللقاحات اللي تعتمدوا على البيوتكنولوجي، تناخذوا مكونات من الجينوم و تنديرهم دون ان فيكتور، و هذا اللقاح الصيني هكا نديرو، ومن بعد تناخذوا دوك البروتينات ديال لي سبيكول وهما اللي تيصلحوا كوم فاكسان. اذا هما كاينين عده استراتيجيات، ولكن كلهم هاد لي استراتيجي تيصبوا في خندق واحد، الا وهو انتاج مضادات اللي تحميو ضد هذاك الفيروس اللي تيتوجد في الطبيعه. داكو سي ناجي، كي ما تيبانش لك بان السرعه اللي خداها اللقاح اليوم بانه يكون اليوم على الطاوله، ما بانش لك بواحد السرعه اللي هي قياسيه نوعا ما مقارنه مع اللقاحات السابقه؟ واخا اسمح لي ان نرد عليك سؤال. مرحبا خالي، تسول هنا. لا انت تسول، ولكن حنا كاين حوار. مرحبا سي ناجي، مرحبا بكم بليزير. لا غير باش نساعدو. وي مرحبا. هذه 40 عام الناس كانوا تيمشيو مثلا للحج، شحال كان تياخذ لهم؟ كان باش يمشي كاين الشخص تاخذ لي سنه باش يوصل. وي من بعد امور تقلصات ولا البواخر تاخذ لهم شهرين ثلاث شهور، واليوم كاين الطائره اللي تاخذ بعد السوايع. نفس الشيء اذا درتي باغي نيويورك، باغي نيويورك كانت تاخذ واحد الوقت طويل، واذا مشيتي في واحد طائرة كابوين تقدر دير باري نيويورك في 9 سوايع. ومن بعد جات لا سوبرسونيك، لا كونكور، اللي تديرها في ساعتين. بتفهمنا؟ وي. شنو يعني هذا؟ اللي ادى لهذا الشيء هو التكنولوجيا. التكنولوجيا اللي كانت 20 عام هذه ولا 30 عام ماشي هي التكنولوجيا الحديثة. لهذا ديك السرعة باش تكون النتائج، أنا كاين النتائج اللي بعض التحليلات اللي كانوا تياخذوا لنا أسبوع في المختبر عاد باش تخرج النتائج، وأسبوع تتخدم نهار كامل والليل ونهار الآخر ونهار الآخر لمدة أسبوع باش تخرج لك النتائج. اليوم كاينين بعض النتائج اللي تتاخذهم في بعض الساعات. إذا عرفتي شحال الوقت ربحتي؟ وي. من جهة تكنولوجيا اللي تغيرها ولا تديرها، من جهة أخرى الإمكانيات
كان ديك الساعة باش توجد لقاح كان الفاكسان ديال لاغريب اللي خدا 10 سنين، كاين لقاحات اللي خدات 4 سنين 5 سنين، كانوا لي إمكانيات قليلة وتتاخد تتخدم فرقة واحدة. اليوم كاينين 10 20 فرقة، أربعة الفرق تتلقاهم خدامين في الصباح، أربعة تتلقاهم في العشية، وأربعة في الليل، تتلقى واحد 20 فرقة خدامة، وكلها هي هذا تيدير هذا الطرف، هذا تيدير هذا الطرف، هذا يعني ربحنا الوقيتة باش بالإمكانيات. هذا الشيء يجعل هذا الفاكسان يكون موجود في السنة عوضا باش توجد في 6 سنوات. داكور. اليوم المغرب تيستعد بانه يستقبل 65 مليون جرعه ديال اللقاح. واش تيبان لك بان شحال تيبان لك ديال الناس اللي اليوم خاصهم يتلقحوا مثلا، الا اعتبرنا بان المغرب عنده 37 مليون نسمه؟ وي فعلا هو صحيح، المغرب لا توصل 65 مليون جرعه. المغرب دابا اليوم عنده، من قبل كنا غير تنتظر، وي الوزارة الوصية علنات خرجت بيان بأنه راه توصلنا، اللي هو معروف باش يمكن يكون عندنا واحد نقولوا واحد حماية جماعية. خصنا 70% ديال سكان المغرب ياخذوا 70% ديال 36 ولا 37 مليون، هي 24 مليون. 24 مليون خصنا ناخذها، وباش 24 مليون خصهم ياخذوا جرعتين، اذا خصتنا 48 مليون حتى 50 مليون جرعه. ولكن المغرب خدا 15 مليون جرعه زايده، اذا اوليو باش نلقحوا 70 مليون غادي نقدروا نلقحوا 80% ديال الساكن. سي ناجي، واش اليوم الفيروس كورونا من بعد ما انه يتلقح واحد الاخر، يعني نقدروا نعتبروا بان العالم تسالى من كابوس سميتو فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؟ هو فعلا اللقاح عنده جوج الوظائف. الوظيفه الاولى هو السلاح الوحيد اللي تيقضي على الفيروس والانتشار ديالو. الوظيفه الثانيه، اللقاح هو الوحيد اللي تيعطي واحد المناعه جماعيه اللي تيمكن تحد من انتشار الفيروس، واللي تتحمي الشخص ضد اي فيروس في المستقبل من هذا النوع ديال الكورونا. سي ناجي، منظمة الصحة العالمية المدير العام ديالها خرج بأن جائحة جداد اللي يقدروا يضربوا العالم في الأعوام المقبلة. واش اليوم المنظومة الصحية واش المغرب اليوم مستعد بأنه يتحمل جائحة جديدة من غير فيروس كورونا المستجد لا قدر الله؟ والجواب واضح، وشكرا على هذا السؤال. أنا مرار بعد مرار في التدخلات ديالي خبرت وحاولت نجيب انتباه لهذه النقطة، لأنه المشكل الكورونا هو جائحة دايزة، واليوم اللي خرج هذا اللقاح يعني حنا بصدد نقدروا نقولوا النهايه ديال هذه الجائحه. ولكن فعلا اللي خوفني هو شنو اللي جاي. كاين فعلا ماشي اول جائحه اللي ضربات البشريه، راه كاينين بعض الجائحات اللي دازوا اللي بقاو 4 قرون، كاين جائحات اللي بقاو 50 عام، كاين اللي بقات 10 سنين، كاينين جائحات راه اخر وحده اللي كان عندنا هنا في المغرب في العهد السيد قوية سليمان، اللي النص ديال المغاربه كانوا مشاو فيها. اذا اللي تيخوف هو هادشي اللي جاي مستقبلا. السؤال اللي خصنا نوضحو حنا كمغاربه وكوزاره وصيه هو شنو اللي استنتجنا من هاد الجائحة الكورونا، وشنو اللي جعلنا باش يعني نجعلو المنظومة الصحية ديالنا أقوى، ونجعلو المختبرات البحث، ونزيدو في القدرات ديال المختبرات ديال التحاليل والمنظومة الصحية عامة.
هو السؤال اللي كنت بغيت نقسم به، هي أنه إذا كنا فعلا المغرب اليوم خسر مجموعة ديال الأرواح ديال المغاربة اللي فات 7000 وتصابوا بزاف ديال الناس، المنظومة الصحية اللي تهلكات بزاف، المغرب شنو ربح اليوم من هذه الأزمة ولا من هذه الجائحة ديال فيروس كورونا؟ اللي ربح المغرب هو وتبينات بأنه كاينين جوج الوزارات اللي كان كل شيء يتنظم بأن هذوك الوزارات غير تستعمل الإمكانيات ديال الدولة، حيت كاين وزارة الصحة اللي تدي 25% ميزانية، وزارة التربية الوطنية اللي كانت تدي 25%. اليوم تبينوا بأن هاد جوج الوزارات كانوا في الواجهة، وهما اللي كانت عندهم واحد الفعالية في ظل هذه الجائحة، الأطقم الطبية بالممرضين اللي ساهموا بشكل فعال، واحد تحية وتنويه لهم من هذا المنبر. وكاينين الأساتذة ديال التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي اللي ساهموا بواحد الشكل فعال في التعليم عن بعد، واللي فعلا ما حبستهمش الجائحة وكانوا في الخطوط الأمامية. بالطبع كاينين السلطات، وكاينين السلطات الأمنية، وكاينين انتوما كسلطة رابعة اللي انتوما كاينين كذلك في الواجهة. فواحد التحية خاصة لهاد جميع المكونات اللي فعلا ساهموا في هذا تدبير هذه الجائحة، واللي فعلا كان عندهم واحد الدور فعال في فعلا في يعني في ايجاد حلول، ايجاد انكم تشوفوا غير التدبير ديال العلاج، كان واحد البروتوكول اللي هو كان فعال، والحمد لله اللي عطى واحد النجاعه ديال 95%. وكنت تشوفوا الشباب اللي الحمد لله عنده افكار، عنده ابتكار، حيت عطاو ليه مكونات بعض الاسابيع استطعنا باش ننجو كمامات في المغرب، استطعنا باش ننجو دوك لي ريسبيراتور ارتيفيسيال نجوهم في المغرب، واستطعنا باش ننجو موكويف دوك موكويفات ديال الهواء، وعده يعني امور اللي كنا تنستوردوها من الخارج، واليوم الحمد لله ولينا تنجوها. عازيد عليها معدات طبيه اسره، وواحد مجموعه لي شوز اللي كلها كانت تجي من الخارج، اليوم صبحنا تنجوها. هذا ربح، هذا ربح كبير. وانا تنقول بان المغرب عندنا موارد بشريه اللي مختصه، وعندها امكانيات جميع يعني المجالات، ماشي غير المجال ديال اللقاح ولا ديال الفيروسات، جميع المجالات، كاين الطب، كاين الزراعة، كاين الكيمياء، كاين الفيزياء، كاين يعني عدة اختصاصات، والحمد لله كاينين كفاءات، وهذه الكفاءات تبغيو تشجيع طبعا وغادي طبعا. سي ناجي، شكرا جزيلا لك على هاد المعلومات اللي عطيتينا واللي قدمتيها على المسألة ديال اللقاح، على الحالة الوبائية ومجموعة من الأمور. شكرا جزيلا لك. زوار ومتابعي جريدة بالبريس الإلكترونية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. الله يخليك. عندي واحد النقطة بغيت نضيفها. مرحبا مرحبا ناجي، مرحبا سي ناجي، مرحبا. هذا نداء للمستمعات والمستمعين الكرام، أنه الحل السبيل باش نقضيو على هذا الفيروس، عندنا جوج. إلى حد الآن هذا الفيروس دمر المنظومة الصحية العالمية، وهذا الفيروس إلى حد الآن دمر المنظومة الاقتصادية، حيث تسبب واحد الشلل. طبعا فغير حنا المغرب راه تنضيعوا في مليار في النهار. شوف منذ البداية حصي شحال من مليار اللي حنا ضعنا فيه. الآن جانا الوقت باش نتغلبوا على الفيروس. عندنا جوج طرق. الطريقة الأولى هي الوقاية، هي أكثر من أي وقت مضى خصنا ناخذوا دوك التدابير الاحترازية ونطبقوها، لا سيما ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي، عدم الاكتظاظ، كثرة غسل الأيادي بالصابون، وتعقيم الأسطح. وكذلك نديروا في بالنا بأن هذا الفيروس كائن
هو معانا وغادي يقدر يبقى معانا لمدة، وحنا خصنا نعرفو كي نتعاملو معاه باش ماشي هو اللي ضربنا، حنا اللي نضربوه. والنقطة الثانية، جا الوقت باش نتخلصوا من هذا الفيروس، ولا بغينا نتخلصوا منه خصنا نتخلصوا منه بواحد التلاحم. ونقدر نقول هنا فين كاين الروح الوطنية، هو التلاحم اللي يكون فردي ويكون جماعي باش نوضوا نعملوا اللقاح يعني بطريقة جماعية. لأنه أنا إلا عملت لقاح راه غادي نحميك، وأنت إلا عملتي لقاح غادي تحميني، وحنا بجوج إلا درنا لقاح غادي نحميو المحيط ديالنا، والأمور هكا تتمشي. وفي هذيك ما يسمى ديك الفلاكون دو نيج، واحد يتزاد على واحد واحد يتزاد على واحد حتى تكون ديك القوة. طب هذا هو اللي النداء اللي بغيت نعطي جميع المستمعات والمستمعين الكرام، حان الوقت باش نبينوا على الوطنية ديالنا. لأنه إلى رجعنا 31 سنة كانوا يعني جدادنا كانوا قاوموا بالسلاح ضد المستعمرين، وهذا كان تعتبر الوطنية. جا الجيل اللي من وراهم مشى فين قاوم وبين الوطنية، مشى لذاك ما يسمى العلماء الفكر، صافوا هاجروا وجابوا معلومات. واليوم الحمد لله تنشوفوا ديك الأكلة ديالها، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية التعليم، من ناحية الحمد لله كاينين عندنا أطر مغربية الأم لأنها تكونات وجات. عندنا مشكل اللي يهدد ومنظومة الصحية ديالو ومنظومة الاقتصادية. احنا في الدينة إلا تلحمنا نقدروا نغلبوا ونقدروا نخليوا المنظومة الصحية سليمة ونزيدوا نقويوها، ونقدر لأنه باش ما نقصنا من العدد ديال الانتشار، باش ما داك العدد الحرجة تتنقص، وباش ما الأسرة في المستشفى تتنقص، وباش ما تكاين الدولة تتنقص. وآخر حاجة في أقرب وقت ترجع الحياة العادية، فالعجلة ديال الاقتصاد تتبدأ وترجعوا الحياة العادية ديالنا. وشكرا. طبعا سي ناجي، والمسألة ديال الدعوة للانخراط في اللقاح باش أنا نتجاوزو باش أنا نرجعو للحياة الطبيعية ديالنا، مسألة ديال تدل على التمغربية والمواطنة اللي بينوا عليها المغاربة في البداية ديال الأزمة ديال فيروس كورونا، واليوم في النهاية ديالو باش أننا نرجعو للحياة الطبيعية. زوار ومتابعي جريدة باب بريس الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لك سي مصطفى ناجي. مرحبا. شكرا. تبارك الله عليك سي ناجي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.